جماعة جبارة، قسما بالله جبارة. سلام. اهلا وسهلا فيكم يا جماعة بفيديو جديد على قناة عرب سوبر شيشة. اليوم راح نعمل اشي غريب. راح نسوي ارجيلة بكاسة، كاسة قزاز عادي، وبرتقالة، يعني اشياء بسيطة. المهم خليكم على الفيديو، بس قبل ما نكمل الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك وتتركوا لنا كومنت حلو، وإذا في عندكم أي اقتراح حطوه بكومنت على أساس نشتغل عليه إن شاء الله، وراح نكون مرضيين للجميع. ونترككم مع الفيديو. طيب زي ما تعودنا راح نشتغل هون. ولعت هاي بس رجعت طفيتها لأنه شوي راح نطول ممكن بالشغل هذا. بربيش، كاسة، مصاصتين، وبرتقالة. يمكن نحتاج إشي جديد أو نحتاج إشي زيادة، راح نحكي فيه لو احتجنا ونشرح عنه بالفيديو. بدنا نجيب البرتقالة نقطعها من هون تقريبا. ثواني. اوكي. اوكي. نجيب البرتقالة نقطعها من هون. يعني اقطعوا ربعها. تمام. هاي الجهة. شوف الشغل ان شاء الله راح يكون سريع جدا. هاي الجهة بنحاول نفضيها من اللب او لب البرتقال. اوكي. نحاول نخلي اللب يعني مستقيم من جوا، ما نخليه جهة عالية وجهة واطية. تمام. بننظفه ونخليه اموره تمام. اوكي هيك تمام. خليني بس انظفه من جوا من المي كاملة، يعني عارفين جيبوا فاين. اوكي نظفه من جوا بس شوي. اوكي هيك تمام. بنجيب ما عندي هاي. اوكي بما انه ما عندي بنجيب هاي المصاصة، بنحاول نعمل فيها زي ثقب او نعلم على مكان الثقب تبعها على اساس نعرف كم الحجم. اوكي تمام، عملت ثقب لحالها 100% 100%. الخطوة الثانية نحط المصاصة، نحطها على الآخر هيك بطريقة ممتازة. أوكي بنشوف ارتفاعها مع الكاسة، يعني لو قصينا من هون. ثواني هذي كلها موجودة أمورنا تمام. لو قصينا خلينا نحكي ارتفاعها مع الكاسة هيك راح يكون. خلينا نقص من عند هاي. اوكي شوفوا كارتفاعها مع الكاسة ممتاز، لانه راح نعبيها مي لهون احنا والباقي راح يكون دخان. تمام. هلا في عنا حركة راح تكون شوي صعبة، اللي هي بدنا نفتح فتحة من هون لهون. من هون يعني بدنا نفتح فتحة من هون وتطلع من هون من برا الكاسة، وتدخل من هون من جوا الكاسة على أساس نسحب فيها سحبة البربيش.
خليني احاول اعملها. ما راح احكي وراح اسرع الفيديو على اساس انه يكون ما يكون ممل ويكون الشرح اسرع، وان شاء الله يزبط. تمام يا جماعة، انا راح جبت خشبة اللي هي تبع الاكل الصيني، جبت هاي اللي بتكون بالملقط، ملقط الفحم، وجبت هاد. ليش؟ راح احاول، لانه شوفوا شوي صعبة هاي، يعني شوي بدكم تكونوا مركزين فيها. ليش؟ ما تدخل من المكان اللي فيه المعسل وما تضرب مع هاي. فخلينا نحاول نعملها، ان شاء الله تزبط. انا ما ضبطت، ما في غير هاي الاورنج، رح نكنسل الفيديو، ما رح ينزل. اوكي 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 هلا هون امورنا تمام. لغاية الان امورنا تمام، امورنا تمام، امورنا تمام. كبر عم بكبر فيها شوي شوي عشان ما تخرب، لانه انا خايف تنمزع البرتقالة نفسها. اوكي عبان ما نحط فيها. شوفوا انا راح احاول اعمل شغلة تانية، ما احط هاي، لانه صدقا هاي لو بدي احطها مستحيل مستحيل، ما اعتقد تيجي، والله ما اعتقد. راح احاول اجيب مصاصة صغيرة. لقيت هاي المصاصة عندي. اوكي الموضوع شوي صعب والله، من هون من هون شوي صعب. اوكي 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 حرام يا جماعة، اذا راحت خلص خربت، اذا انمزعت من هون راح تخرب. اوكي مبدئيا تمام، مبدئيا تمام. انا بشوف هيك ممتازة، ترى ممتازة جدا. طيب خلينا نشوف بس تذكيرتها ممتازة. راح نعبي مي، شوفوا راح اعبي مي انها تغطي على المصاصة من هون، يعني تغطي، خلينا نحكي للنقطة تحت شوي من هون، ممكن لهون كويس على اساس السحبة تكون. حاولت ادور على اعواد اسنان بس ما لقيت عندي بصراحة، فراح احاول احط المعسل بطريقة النفق. عادي بتزبط امورها تمام ان شاء الله، لو احط المعسل بطريقة النفق وما أو ما أو ما اودي هون. خليني اعبي مي بس بالكاسة. اوكي اعبي مي بالكاسة. اوكي نحط شوي على الاورنج. اوكي ان شاء الله تكون، خليني اسحب اجرب. بدها شوية مي، لسه بدها شوية مي. اوكي خليني اسحب اجرب، زدناها شوية مي 100%. خلينا ننشف بس لاني حبيت مي اخر اشي من هون، ما شلت الاورنج، خلص ما راح اشيلها. اوكي شوفوا 100% استاذ استاذ. طيب اليوم راح اشيش عنب وتوت، عنب وتوت. احنا ما ورانا شيء، راح نحط بنفس الطريقة زي ما حكيت لكم. هذا طبعا انا المعسل صار لي زمان ما مستخدمه، فما بعرف ان شاء الله يكون مش ناشف، بس اعتقد لا انه محفوظ بطريقه كويسه. اوكي راح اشتغل. اوكي فتحنا من النص، اموركم تمام. خلينا نضغط شوي على المعسل هون على اساس انه ما يوقع جوا، لانه اذا وقع بالمصاصه اللي بالنص راح تسكر وما راح يصير السحبه كويسه. راح نحتاج بعد شوي معسل. جماعه اتوقع راح تطلع ارجيله محترمه والله. فكرت اليوم ايش انزل، يعني لازم اعمل فيديو، لازم في البدايه بدايه القناه لازم كل يوم، وان شاء الله يضل مستمر الموضوع انه كل يوم انزل فيديو. فحكيت اليوم خليني هيك اسوي الارجيله، انا ترى سويتها من زمان
خليني اسوي الارجيله بالكاسه، سويتها من زمان انا. خلينا نعيد الذكريات. مش غلط. شوفوا كيف؟ هيك صار وبالنص مفتوحه. خلينا نجيب قصدير. ونولع الفحم عشان ايش؟ نجيب قصدير. شوفوا انا عندي قصدير عادي، فبس راح اجرب احط من هذا اللي جاهز، مخزق جاهز. راح نشيل هاي مبدئيا، راح نحط هذا القصدير. خلي الوجه اللي بلمع دائما تحت. انتو بتعرفوا انه انا مش من محبين الطريقة هاي بالارجيلة اللي هي القصدير بالذات. بفضل يكون في مسافة بين الفحم وبين المعسل. بس اليوم كتغيير جذري او تغيير كبير، انه اليوم ما بدنا نرجل، راح ارجل عليها ترى اليوم كله، راح اضل اسحب عليها لغاية ما ينحرق المعسل. بس كتغيير يعني. اوكي بدنا، يا جماعة اللي بده يعمل هيك اشي لازم يكون رايق والله والله. اذا انت مش رايق لا تشتغل هذا الاشي. اوكي اوكي عرفتوا ليش فتحناها؟ عشان المصاص. تمام اوكي، نظفنا المصاصة بس من بواقي البرتقالة. اوكي 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 طلع عليها من تحت لما تطلع 100%. طبعا ما في تنفيسه، بدكم تنتبهوا انه ما في تنفيسه، يعني الوضع مش هين. ولعنا عليها. اوكي هيك خلصنا. في اشي تحت. اوكي في معسل شايفينه هيك تحت صغير. اوكي مش مشكله. خلينا نحطها على جنب لغايه ما يولع الفحم، انظف الحركات اللي صارت هون كلها ونرجع لكم. شوي من الكاسة، كانت شوي كتير لما سحبت بالمصاصة طلع على المصاصة مي، ففضيت منها شوي خليت فيها كمية أقل. حطيت مصاصة تانية، يعني ركبت مصاصتين ببعض على أساس يكون سهل إني أمسكها بإيدي وأسحب من يعني أمسكها وأسحب من المصاصة وهي بعيدة عن وجهي. خليه يخلص الفحم ونحط الفحم عليها ونبلش نسحب عليها. تمام يا جماعة، هيك خلصنا الفحم خالص كامل. نحط الفحم. نتركه دقيقة، خلينا نرجع هاي ونرجع نسحب. اوكي هذا اوكي. خلينا نجرب نسحب. بداية جيدة. طيب هاي الرجيلة، هنجرب. اوف كاسة برتقالة قصدير معسل وفحم مصاصة. ما عندك أرجيلة؟ هاي أرجيلتك. ما بعرف إذا هيك مبينة كانت. يا جماعة جبارة، قسما بالله جبارة.
سلام.